فيما يتأرجح المشهد في مدينة حلب السورية بين لا غالب ولا مغلوب، تستمر براميل الأسد بدك المدينة منذ أكثر من 5 أشهر. الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت إن أكثر من ثلث المدينة دمر بشكل كامل منذ انطلاق ما سمته بحملة البراميل المتفجرة، والتي بدأت في 23 نوفمبر الماضي. وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 1940 برميلا متفجرا ألقي على الأجزاء الخاضعة لسلطة المعارضة خلال هذه الفترة، فيما قتل أكثر من 2500 شخص من أبنائها. تقرير الشبكة أكد أن بين القتلى 635 طفلا و292 امرأة، ما يشكل نسبة 38% من القتلى، فيما لم يتجاوز قتل المعارضة المسلحة 19 مقاتلا، وهو ما يمثل أقل من 1% من إجمالي القتلى. القصف أدى إلى تشريد أكثر من 220 ألف مواطن من المدينة، تحولوا إلى نازحين أو لاجئين. الشبكة السورية أشارت أيضا إلى أنه بالرغم من صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2139، إلا أن النظام لم يلتزم بهذا القرار على الإطلاق، وهو ما أكدته منظمة هيومن رايتس ووتش، التي قالت إن طيران النظام السوري هاجم حلب بالبراميل المتفجرة أكثر من 85 مرة منذ صدور قرار للأمم المتحدة في فبراير الماضي، الداعي إلى وقف مثل هذه الهجمات، وهو ما أدى إلى مقتل المئات بحسب المنظمة الدولية. في تقريرنا الجديد حول البراميل المتفجرة التي تستهدف حلب والذي تقدمنا به إلى مجلس الأمن، يؤكد أن النظام استمر خلال الشهرين الماضيين في استخدام هذه الأسلحة وبطريقة مرعبة ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وينص القرار الأممي على التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين ووضع حد للاستخدام العشوائي مثل استخدام القنابل البرميلية. بطرس موسى، العربية.